نحن هنا متواجدون في حي سليمان الحلبي الذي دارت فيه معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام. بالأمس خرج إعلاميو النظام على شاشات الموالاة لنظامهم يطبلون ويزمرون بانتصارات واهمة حققها جيش النظام بظنه في هذا الحي. لا يزال الثوار يرابطون هنا في نقاطهم وفي خطوط دفاعهم الأولى في هذا الحي. سنلتقي ضمن جولتنا عدد من القادة العسكريين في هذا الحي، وفي هذه الجولة يطلعون على آخر الأمور وعلى آخر المستجدات العسكرية هنا في حي سليمان الحلبي. تابعونا. والله يا اخوي مثل ما سمعت انت انه الجيش قدموا واخذوا حديد الصاخور واخذوا كتل من حي سليمان الحلبي واخذوا كتله من الشيخ خضر وتقدموا باتجاه مضخات المياه باتجاههم، وهالحكي كله ما في منه صحه لاني مثل ما شفتوا العساكر كيمشين البارودة هيك وبدنا نتقدم وشو بدنا نحرر وعم يحكوا علوي يعني، بس نحن هون اهل الصاخور يعني ان شاء الله نحن بدنا ندافع عن الارض وعن العرض وان شاء الله نحن بدنا نحرر منهم. يعني هي حلب لنا ما هي لهم، يعني هو جاي من القرداحه جاي ليحرر جزء من سليمان الحلبي. هاي الالعاب وهي بيننا وبين مباني 100 متر، ما في يعني ما في اكثر من هيك، 100 متر بيننا مباني سليمان الحلبي. منين فات الجيش نحن نايمين ولا لف من ورانا ولا ما بعرف. يعني انا بريد انه العالم كلها تشوف هاي حديد الصخور موجوده وهي الحاووز، هاي مباني قريبه على الجيش جدا ضمن الميدان وتجميل سليمان الحلبي. وسليمان الحلبي بعيدين عنه 100 متر وين ما تقدم ولا شبر. هاي بنايه واحد هاي جيت شايفه؟ ايه هاي شارع اللف بيننا وبين الجيش. القائد العسكري في الجبهة الشامية هنا في حي سليمان الحلبي يطلعنا على آخر التطورات العسكرية من معارك ومستجدات هنا وعن أهمية الحي الاستراتيجية بالنسبة لهم هنا في هذا الحي. أهلا وسهلا بك، لو تطلعنا على آخر التطورات هنا في حي سليمان الحلبي. أهلا وسهلا، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ادعى النظام كاذبا أنه تقدم على منطقة حي سليمان الحلبي وأنه أردى من المجاهدين قتلى كثير. المنطقة لها أهمية عند الجيش بأنها مدخل حلب، توصف بأنها مدخل حلب، مدخل حلب الشرقي هو المدخل الوحيد الآن لحلب المدينة، فهو يحاول السيطرة عليها لحصار المجاهدين ضمن حلب، ولكنه باء بالفشل لأكثر من مرة وقتله في الأرض يومين حتى سحب القتلى لله الحمد وأعطب له سلاح كثير وتراجع. وكذبه وادعاؤه باطل لوجودنا الآن نحن في موقع ما ادعى به كاذبا. بالتزامن مع المعارك التي دارت بينكم وبين قوات النظام طبعا على عدة جبهات من حلب، النظام حاول تحريك عدة جبهات من حلب منها بستان القصر، الإذاعة وسيف الدولة وصلاح الدين وغيرهم، وأيضا هنا في حي سليمان الحلبي وكرم الجبل. ما تفسيرك أنت كقائد عسكري في الجبهة الشامية؟ النظام يقتحم بالتزامن مع اقتحامات لتنظيم الدولة في الريف الشمالي. تمام، إذا النظام يعني اختار الوقت المناسب له بمؤازرة الدولة الإسلامية أو داعش أو ما يسمى آيسيس في اقتحامها للريف الشمالي. فبالتزامن مع اقتحامها للريف الشمالي حاول هو الضغط على مدينة حلب بعمل اقتحامات إما وهمية أو حقيقية لعدم خروج المؤازرات من مدينة حلب إلى الريف الشمالي لقتال داعش.
إذن النظام وكعادته يحاول أن يصنع الانتصارات عن طريق الإعلام لكي يمني نفسه بالخسارات الفادحة التي يخسرها في عدة مواقع من سوريا. يحاول تشتيت الثوار على عدة جبهات في مدينة حلب بالاقتحام بآن واحد، ولكن جميعها باءت بالفشل. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.